سابقا كانوا يقولوا أن البوابات تورط بالأمر الواقع، وهناك بعض الدول قد استوعبت وإلى حد كبير سلمت بهذه الخطوة لنتنياهو في ذلك الوقت، ولكن جاء شعبنا في القدس يقول مرة أخرى في تلك اللحظات أن البوابات ستقتلع، وإذا لم تقتلع ستستمر الأحداث والمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات. وكان لهم ذلك، وقد سطروا أروع صفحات التاريخ في تلك الأيام. اليوم يجدد هذه البيعة للقدس التي عاهدوا الله وعاهدوا شعبنا وعاهدوا الأمة الإسلامية للدفاع عنها نيابة عن كل الأمة العربية والإسلامية، ويثبت مرة أخرى أن القدس عروبتها محفوظة بأهلها. ونجد التضامن، يعني أسميه مجازا، من أبنائنا في الضفة وقطاع غزة بسبب الظروف وبسبب تلك القسمة الجغرافية التي فرضتها إسرائيل على مدى السنوات الماضية. لذلك نحن نقول لكل أهلنا الذين أصابهم بعض الوهن في السنوات الماضية أن الشعب الفلسطيني شعب حي ولا يحتاج إلا قيادة تقوده نحو تحرير القدس واستقلالها. ونحن هنا نقول مرة أخرى ونطالب كل الإخوة وتحديدا في قطاع غزة أن لا يعسكروا هذه الاحتجاجات وأن يبقوها على اعتصامات مدنية، لكي نثبت أن إسرائيل مرة أخرى دولة احتلال وأن القدس عربية ونحافظ على عروبتها وخصوصيتها.